بالنسبة لي الفرم فورميلا كاركترستكس او الخواص تبعت المحتوى للانترال فورميلا، في عندي طبعا اختلاف كبير جدا في النيوتريانت اند انرجي دنسيتيز ان انترال فورميلا، اختلاف ما بين اللي هو العناصر الغذائية وحتى اللي هو السعرات الحرارية الموجودة عندي في الانترال فورميلا. التفاوت او الاختلاف هذا بيتيح للفورميلا هاي انها تقابل احتياجات البيشنت او المرضى مع بقائها اللي هو احجام مختلفه من السوائل، او مع اعطائها لاحجام مختلفه من السوائل. طبعا ممكن هاي الفورمولا تحتوي على فايبرز وممكن برضه ما تحتويش على فايبرز بشكل او باخر. طبعا محتواها من الالياف الغذائيه بيساعد على تكون اللي هو الفيكال بولك او يعطي حجم في القولون، بيساعد على اللي هو زياده اللي هو وظائف القولون بشكل اساسي، وايضا التحكم في سكر الدم. طبعا الخواص الكيميائية أو خواص المحتوى الكيميائي تبع الفورمولا بيأثر على طريقة إعطائها عبر التيوب أو عبر الأنابيب، وأيضا بيأثر على الآثار الجانبية والكومبليكيشنز اللي ممكن يواجهوها هدول المرضى. أول شغلة عندي بالنسبة للماكرو نيوترينت كومبوزيشن اللي هو المحتوى الماكرو نيوترينت تبع الفورمولا، بنلاحظ أنه في الماكرو نيوترينت المقصود هنا عندي البروتين والكربوهيدرات والفات. طبعا نسبة البروتين والكربوهيدرات والفات بتختلف بشكل كبير جدا ما بين الفورمولا أو الانترال فورمولا بشكل أساسي. طبعا المحتوى البروتيني تبع هاي الفورمولا بيتراوح ما بين 12-20% من السعرات أو من إجمالي السعرات الحرارية اللي بياخدها هذا المريض. ناخد بالنا إنه أنا في عندي بعض الأمراض زي الميتابوليك ستريس بيكون في عندي الاحتياجات المريض من البروتين بنلاقيها عالية بشكل كبير، بينما بعض الامراض زي الرينال ديزيز او الكيدني ديزيز بنلاحظ انه احتياج البروتين او احتياج المريض من البروتين بنلاقيها منخفضه جدا، وبالتالي بدي ادخل المريض في بروتين ريستريكشن. بالمقابل في عندي الكربوهيدرات والفات هي المسؤوله عن اعطاء المريض معظم احتياجاته من السعرات الحراريه في الانترال فورمولا. تقريبا الستاندرد فورمولا بتعطيني ما بين 40-60% من السعرات الحرارية جاية من الكربوهيدرات، وتقريبا من 15-30% أو حتى أكثر شوي 40% جاية من الدهون. بالمقابل في عندي الانرجي دنسيتي تتراوح بشكل عام ما بين اللي هو 1-2 كيلو كالوري لكل ملي لتر من الفلويد أو من السوائل تبعت الانترال فورمولا. الآن بنلاحظ انه الانرجي دنسيتي لهي الفورمولا اللي هي تقريبا 1-2 كيلو كالوري للملي لتر مناسبه للمرضى اللي بيكون في عندهم الفلويد ريكويرمنت افريج، بينما اذا كان في عندي الفلويد ريكويرمنت للمريض منخفض يعني في عنده فلويد ريستريكشن بدنا نعطي له فورمولا الانرجي دنسيتي تبعتها اعلى، يعني higher energy density بحيث انه انا اعطيه سعرات حرارية اعلى في كمية سوائل اقل، وبالتالي هذه بتفيد للمريض اللي في عنده fluid restriction. بالمقابل المرضى اللي في عندهم احتياجات من السوائل عالية جدا بنميل انه نعطي لهم اللي هو فورمولا بتكون مخففة diluted، بمعنى انه الانرجي density تبعتها منخفضة، تمام، بحيث انه احنا بنعطيه اللي هو مزيد من السوائل عشان نقابل احتياجاته. اذا في الانرجي دنسيتي الستاندرد انديفيديوال البيشنت المثالي او العادي من 1-2 كيلو كالوري لكل مل من الفلويد من الانترال فورمولا، هذا بيكون عنده كافي يقابل احتياجاته من السوائل وايضا من السعرات الحراريه. اذا كان المريض في عنده فلويد ريستريكشن احتياجاته من الفلويد او السوائل منخفضه، وبالتالي بضطر اعطيه مور انرجي دنسيتي. إذا كان احتياجه من السوائل أعلى بنضطر إنه نعطيه اللي هو less energy أو بنعطيه اللي هو الفورمولا بشكلها المخفف. بالنسبة للفايبر كونتنت أو المحتوى تبع الفورمولا من الألياف الغذائية، طبعا لازم أخذ هذا بعين الاعتبار عند اختيار الفورمولا المناسبة، بحيث إنه المحتوى الفورمولا من الألياف الغذائية ممكن يساعدني في عملية اللي هو خلينا نقول هو normalizing intestinal function، يعني انه بعودة الانتستين او الامعاء لوضعها الطبيعي او وظيفتها الطبيعية. برضو ممكن يساعدني في عملية اللي هو العلاج الدايرية او constipation الامساك او حتى الاسهال، وايضا
في الحفاظ على البلد جلوكوز كنترول، يعني يكون في عندي هو تحكم في البلد جلوكوز. لكن بالمقابل الفايبر كونتيننج فورمولا يفترض هذا انه انا امنعها بشكل اساسي على الناس اللي في عندهم اكيوت انتستينال كونديشنز، يعني في عندهم مشاكل حاده في الامعاء، يكون في عنده مثلا اللي هو بنكرياتايتس التهابات في البنكرياس، او بيكون عنده اللي هو داخل على عمليه جراحيه في الانتستين او طالع من عمليه جراحيه في الانتستين، هذول بده يكون عنده اللي هو ايش فايبر ريستريكشن، ممنوع ياخذ الفايبر بالمطلق. طيب بالنسبه للاوزمولاليتي، الاوزمولاليتي هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن number of moles، number of moles of osmotically active solute اللي بنسميها الاوزمولز لكل كيلوغرام من السولفنت، هذا بنسميها الاوزمولاليتي، يعني refers to the moles of osmotically active solute per kilogram of solvent. بشكل عام الانترال فورمولا تقريبا الاوزمولاليتي تبعتها بتكون مشابهه للبلاد سيروم، يعني حوالي 300 ملي اوزمول بير كيلوغرام، 300 ملي اوزمول بير كيلوغرام. هاي بنسميها الايزوتونيك فورمولا، ايزوتونيك فورمولا يعني الاوزمولاريتي تبعتها شبيهه للاوزمولاريتي تبعت البلاد سيروم. بالمقابل ممكن يكون عندي هايبر تونيك فورمولا، هايبر تونيك يعني الاوزمولاريتي اكثر من البلاد سيروم بشكل اساسي. تقريبا معظم او اغلب الانترال فورمولا الاوزمولاريتي تبعته بتتراوح بين 300 ل 700 ملي اوزمول بير كيلو جرام. الهيدرولايز فورمولا والنيوتريان دنس فورمولا بنلاقيها الاوزمولاريتي تبعتها اعلى بشكل اساسي من الستاندرد فورمولا. طيب نمر سريعا كمراجعه لانواع الفورمولاز اللي احنا حكيناها قبل هيك. في عندي الستاندرد فورمولا، ستاندرد فورمولا هي عبارة عن انترال فورمولا بتحتوي على الموستلي انتاكت بروتين اند بوليساكرايد، بنسميها بوليميريك فورمولا، يعني البروتين عندي والبوليساكرايد تكون زي ما هي، ما فيش في عندي اي تحويل كيميائي عليها. البروتين ايزوليت، بروتين ايزوليت انا بعزل اللي هو البروتين، بعملها اكستراكشن او ايزوليشن فروم فود، بنعطيها بشكل زي ما هي داخل الفورمولا. في عندي بلندرايز فورمولا هي عبارة عن انترال فورمولا ممكن احضرها عن طريق اللي هو الفود بلندر، عن طريق هو الخلاط تبع الطعام، بعملها ميكسينج او بعملها بيورينج اللي هو الفول فود، طعام زي ما هو بس بضربه بالخلاط وبنعطيه عن طريق التيوب. المينتال فورمولا تحتوي على هو ايش؟ على كربوهيدرات وبروتين اللي هي عباره عن بارشلي اور فولي هيدرولايز، بارشلي اور فولي هيدرولايز، ممكن نسميها هيدرولايز، ممكن نسميها مونوميريك، ممكن نسميها كيميكالي ديفاين. على سبيل المثال في عندي اللي هو الميديوم تشين ترايجليسرايد، ميديوم تشين ترايجليسرايد هذا المحتوى الدهني تبع الفورمولا هاي هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن تريجليسرايد بنسميها اللي هو ميديوم تشين، يعني السلسله الكربونيه تبعت الاحماض الدهنيه بنلاقيها عباره عن ميديوم تتراوح من 8 الى 10 كربون اتومز في الطول. طبعا الميديوم تشين تريجليسرايد بتحتاج هضم، عشان هيك احنا بنعطيها وبالتالي بيسهل امتصاصها حتى في غياب اللي هو الانزيم بنسميه انزيم اللايبيز اللي بيفرز من البنكرياس، او حتى البايل سولتس اللي بتفرز من المراره. Specialized formulas هاي بنلاقيها specially designed to meet the nutrient needs of the patient with specific illness، يعني هاي بنكون عندنا disease specific formula عملنا لها هو designation بحيث انه انا اصممها حسب احتياجات المرضية للمريض الموجود عندي. Modular formulas تحتوي على ايش؟ تحتوي على modules، modules هو عبارة عن ايش؟ single macronutrient، يا اما كربوهيدرات يا اما بتحتوي على بروتين لحاله وحتى على فات لحال، هذول بنخليها للناس اللي في عندهم احتياجات معينه من الفورمولا. الاوزمولاريتي زي ما حكينا كونسنتريشن اوف اوزموتيكالي اكتف ان ا كيلوغرام اوف سوليوشنز، وتقريبا من 300 ل 700 ملي اوزمول بير كيلوغرام اوف سولفنت. الايزوتونيك فورمولا تقريبا زي اللي هو الاوزمولاريتي تبعت الدم 300 ملي اوزمول بير كيلوغرام. الهايبرتونيك بنلاقيها اعلى من الاوزمولاريتي تبعت البلاد سيروم. زي ما حكينا معظم البيشنت تقريبا بيتحملوا اللي هو الايزوتونيك والهايبرتونيك فورمولا، ما فيش في عندي اي مشاكل الا لما يكون في عندي اعطائهم لانواع معينه من الادويه ضمن اللي هو اليوتيوب. في بعض الاحيان ممكن يصير في عندي الهايبر اوزمولاريتي، هايبر اوزمولاريتي او الهايبرتونيك فورمولا ممكن تسبب لهم اسهال مع هذول المرضى بحيث انه يكون في عندي زياده في التركيز. الآن كيف بدي أختار الفورمولا للمريض اللي عندي؟ في عندي أكثر من عامل
ممكن أخذهم بعين الاعتبار عند اختبار الفورمولا لهذا المريض. طبعا أول شيء بدي أعمل هو careful assessment of the patient medical problems، يعني بدي أعمل عملية هو تقييم لا الحالة المرضية اللي عندي، بدي أعمل تقييم للفلويد ستيتس احتياجاته من السوائل، وبرضه بدي أعمل تقييم للنيوتريشنال ستيتس، أيضا قدرة المريض على أنه يهضم ويمتص النيوتريانت. تمام، هذا بدي أخذها بعين الاعتبار. طبعا بشكل عام the best formula is one that meets the patient medical and nutrient needs، أفضل فورمولا هي عبارة عن الفورمولا اللي تقابل احتياجات المريض اللي عندي سواء كانت المرضية أو حتى الاحتياجات التغذوية بأقل آثار جانبية أو أقل مضاعفات وأيضا أقل سعر. تمام، عشان هيك بنقول احنا معظم المرضى ممكن يستخدموا الستاندرد فورمولا. ستاندرد فورمولا المريض اللي بيكون في عنده نوعا ما مشاكل في القناة الهضمية ممكن يحتاج اللي هو الاليمنتال فورمولا. اليمنتال فورمولا، وفي بعض الأحيان لما يكون المريض عندي في عنده سبيشال نيدز ممكن أنا أعطيه سبيشالايزد فورمولا. لكن بشكل أساسي العوامل اللي بتأثر على اختيار الفورمولا من ضمنها الجي اي فانكشن، وظيفة القناة الهضمية، تمام، بحيث انه القناة الهضمية قادرة على الهضم والامتصاص ولا لا، عندي نيوتريانت اند انرجي نيدز، نيوتريانت اند انرجي نيد بمعنى انه زي ما احنا عارفين انه المرضى اللي بيتناولوا طعام بشكل طبيعي بده يكون في لهم عملية اللي هو تعديل للماكرو نيوتريانت والانرجي حسب اللي هو احتياجاتهم. نفس الفكرة عندي هان في الانترال فيدينج، بمعنى انه المريض اللي بياخذ التيوب فيدينج لازم اعمله تعديل للماكرو نيوترونت والانرجي حسب اللي هو الحالة اللي عندي. على سبيل المثال مرضى الدايبيتس او السكري بدنا نعمل عملية اللي هو دايتري موديفيكيشن بحيث انه احنا نعمل كنترول للكربوهيدرات انتيك. نفس الفكرة عندي في اللي هو ريجولار بيشنت. المريض اللي في العناية المركزة بده يكون في عنده احتياجاته من البروتين بنلاقيها عالية، لأن يعني في عنده هو ميتابوليك ستريس. المريض اللي في عنده اللي هو رينال ديزيز بنقول انه بده احتياجاته من البروتين بنلاقيها اقل. نفس الفكره عندي، وبالتالي نيوترينت اند انرجي نيد بتحدد اللي هو نوع الفورمولا بشكل اساسي. طيب كمان فاكتور عندي اللي هو الفلويد ريكويرمنت، احتياجات المريض من السوائل. طبعا الاحتياجات التغذويه واحتياجات العناصر الغذائيه للمريض لازم انا اقابلها عن طريق اللي هو اختيار الحجم المناسب من السوائل اللي بيقدر المريض يتحمله. تمام، وبالتالي زي ما حكينا قبل شوية اذا المريض هذا عنده فلويد ريستريكشن، يعني السوائل اللي عنده انا محددها او مقيدها شوية، فبالتالي لابد انه يكون المحتوى تبع هاي الفورمولا من النيوترينت عالي والانرجي عالي، وبالتالي هسميناها هاي انرجي دنسيتي عشان تزود المريض باحتياجاته من النيوترينت والانرجي حتى في الحجم المنخفض من السوائل. كمان شغلة عندي من الفاكتورز هي need for fiber modification، يعني عملية اللي هو المريض هذا هل بيحتاج الفايبر بشكلها الطبيعي أو في عندي اللي هو عملية تعديل في المحتوى من الألياف الغذائية. طبعا اختيار الفورمولا إذا بيكون في عندي تحديد للفايبر بيكون في عندي نوعا ما اللي هو نافذة ضيقة في اختيار الفورمولا. على سبيل المثال الفورمولا اللي بتعطيني الفايبر ممكن تكون مساعدة جدا في عملية اللي هو التحكم في الدايريا أو حتى الكونستيبيشن أو حتى الهايبر جلايسيميا في بعض المرضى. بالمقابل زي ما حكينا في عندي اللي هو مرضى ممنوع استخدم لهم الفايبر، زي هو المرضى اللي في عندهم على سبيل المثال باراليتيك إيليس أو في عندهم مشاكل في الأمعاء أو في عندهم عمليات في القولون، هذول ممنوع استخدم لهم الفايبر. إذا نفس الفكرة عندي، هل احتياجات المريض من الفايبر بتساعدني في عملية اختيار الفورمولا سواء كان بيحتاج أو ممنوع أعطيه الفايبر بشكل أساسي. كمان عوامل أخرى لعوامل المريض نفسه اللي هو عبارة عن الفود أليرجي أو سنسيتيفيتيز اللي بنسميها individual tolerance. طبعا معظم الفورمولا اللي عندي هي عبارة عن ممكن نقول عنها لاكتوز فري، ما بتحتوي على لاكتوز، لأنه معظم المرضى اللي في عندهم مشاكل في القناة الهضمية بيكون في عندهم اللي هو ايش لاكتوز انتولرانس، وبالتالي بنسمي اللي هو الفورمولا هذه لاكتوز فري. برضه نفس الفكرة، هنا معظم الفورمولا اللي بنلاقيها باللي هو السوق أو حتى المستشفيات تعتبر جلوتين فري، خالية من الجلوتين، وبالتالي ممكن ياخدوها المرضى اللي في عندهم سيليك ديزيز أو نسميهم جلوتين سنسيتيفيتي.
طيب هذا الفلو شارت اللي موجود عندي هو عبارة عن الشارت اللي أنا باخذه بعين الاعتبار لما أعمل اختيار أو selecting a specific formula. أول شيء عندي بندور عليه اللي هو digestion and absorption، اللي هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن الفانكشن of GIT. إذا GIT is functional يعني شغالة، في عندي هضم وامتصاص، ندخل على standard formula، ندخل على standard formula بشكل مباشر. تمام؟ طيب بعد هيك هل المريض هذا بده فايبر موديفيكيشن؟ اذا بده يحتاج فايبر موديفيكيشن، هل لو فايبر اور هاي فايبر؟ تمام. if he doesn't need fibers، اذا في عندي لو فايبر ريستريكتد فورمولا. if he does need هاي فايبر، في عندي هاي فايبر انريتشد فورمولا. تمام. طبعا من خلال هذول انا بحتاج اللي هو النيوتريت نيدز، وبحتاج اللي هو الانديفيديوال تورنس اللي عندي. نفس الفكرة، إذا ما بيحتاجش فايبر إذا ما بدخلش على الفايبر أو ما بعملش عملية هو الفايبر موديفيكيشن بالمطلق. طيب بعد العملية هذه تقييم احتياجاته من النيوترينت ونشوف اللي هو individual دولارز، ساعتها بندخل على اللي هو إيش؟ بندخل على المودريت نيوترينت نيد، ساعتها بنسميها ستاندرد أو بلاندرايز فورمولا. إذا في عنده هاي انرجي أو بروتين نيدز بنحط له هاي كالوري هاي بروتين فورمولا. إذا في عنده جلوكوز انتوليرانس كربوهيدرات موديفايد فورمولا. إذا في عنده fluid and sodium restriction high calorie low sodium formula. إذا في عنده fluid and electrolyte and protein restriction نعمل renal insufficiency formula. إذا المحتوى تبع الفورمولا بيتم تعديله حسب الحالة المرضية اللي عندي، لكن بالأساس بشوف أنا اللي هو functional TRT. إذا القناة الهضمية شغالة standard formula، إذا في عندي مشاكل بنسميها elemental formula. إذا two main categories of internal formula are standard formula, this is for functional GIT, and elemental formula, this is for impaired GIT. الآن بعد ما اخترنا الفيدنج راوت واخترنا الفورمولا اللي بدنا نعطيها للمريض، طبعا كل الانتباه الآن بده يتركز على delivering the formula، عملية هو إعطاء الفورمولا او administration of tube feeding. طبعا the method of tube feeding administration تختلف بشكل اساسي ما بين اللي هو facility الى اخرى، لكن في عندي اللي هو بعض البروتوكولز او بعض اللي هو facility specific protocols اللي بتتبع داخل المؤسسة اللي هي الخطوط العريضة زي ما هنشوفها الان. اهم شغلة عندي هو safe handling. safe handling طبعا ليش بده يكون في عندي safe handling للفورمولا؟ لانه المرضى داخل المستشفى او اللي في عندهم مال نورشمنت، في معظم الاحيان بيكون في عندهم الاميون سيستم تبعه سبريست او بيكون الاميون سيستم ضعيف، عشان هيك بيكون هو عرضه للاصابه بالانفكشن او العدوى اللي بيكون منقوله عن طريق الطعام. عشان نمنع الكونتامينيشن او التلوث، البيرسونال او الطاقم اللي بيدخل في عمليه هو تحضير وتوصيل الفورمولا لابد انه يشتغل فيه هو كلين انفايرمنت، البيئة تكون نظيفة وبالتالي يشتغل فيه هو clean equipment and clean hands. هذا بشكل أساسي يكون في عندي هو safe handling اللي هي عبارة عن إيش؟ clean environment، عبارة عن clean equipment and clean hands بشكل أساسي. طيب ندخل في الأول على safety guidelines. safety guidelines قبل ما نبدأ في اللي هو feeding systems. طبعا من ضمن safety guidelines زي ما حكينا إنه يفترض يكون في عندي clean the lid before opening. طبعا لما يكون في عندي اللي هو العلبة قبل ما افتح يفترض انه انا اعمل عملية تنظيف للغطاء قبل فتح اللي هو العبوة تبع الفورمولا. عملية اللي هو labeling with date and time opened if not used entire the can. اذا احنا ما استخدمناش اللي هو الكان كلها العلبة كلها يفترض انه انا اعمل هو تحديد لوقت وتاريخ الفتح اللي بدي ارجع لها كمان مرة. طبعا الopen cans اللي احنا فتحناها او عملناها remixing للفورمولا بدي اخزنها في اللي هو كونتينر نظيف مغلق، في بعض الاحيان يفترض ان انا احطها بالثلاجة. الفورمولا اللي انا بستخدمهاش لفترة 24-48 ساعة should be discarded، لابد انه انا يعني ارميها او كمان مستخدمهاش كمان مرة. طبعا لما بدي انا اعلق الفورمولا للمريض have no more than an 8 hour supply for adults or 4 hour supply for infants. يعني الفورمولا اللي بدي اعلقها للمريض اللي هي بتدخل في التيوب يفترض انه يكون فقط اللي هو 8 اورز، يعني مده تعليقها 8 ساعات عفوا للادلت و4 ساعات للانفنت لما انا استخدمها اللي هو ليكويد فورمولا فروم كان.
مش اكتر من 4 ساعات لما استخدمها اللي هو mixed from powders or modules. يعني اذا هي كانت ليكويد جاهزه مش اكتر من 8 ساعات وبعدين اغيرها، والاربع ساعات للانفت. اذا كانت باودر وانا حضرتها ما تكونش اكتر من 4 ساعات. طبعا replace the feeding container and the tubing outside the person body every 24 hours. اي علبه او اي تيوب خارج جسم الانسان يفترض هذا يكون ويتم تغييره كل 24 ساعه لانه بيكون عرضه للcontamination. الان نرجع للفيدنج سيستمز او اللي هو عمليات اللي هو الفيدنج او ادخال الفورمولا الجسم. طبعا في عندي تو فيدنج سيستمز، في عندي اللي هو الاوبن فيدنج سيستم اند كلوزد فيدنج سيستم. في الاوبن فيدنج سيستم الفورمولا نيدز تو بي ترانسفيرد فروم اوريجينال باكجينج تو ا فيدنج كونتينر. يعني الفورمولا هاي بدي انقلها انا من الباكج تبعها الاصلي او العلبه تبعتها الاصليه لا اللي هو العبوه اللي احنا بندخل من خلالها الفورمولا الى داخل اليوتيوب. على سبيل المثال اللي هو في بعض الاحيان الفورمولا بتكون اللي هو محفوظه في كان في علبه او في زجاجه او بتكون على شكل مركز بدي احللها او بودره بدي اعملها عمليه هو التحليل او اعملها ريكونستيتيوشن. هاي بنسميها اوبن فيدنج سيستم، يعني بيكون في عندي عمليه تحضير بسيطه للفورمولا قبل اللي هو ما تدخل اليوتيوب او اعطيها للشخص المريض. في المقابل في عندي كلوزد فيدنج سيستم، الفورمولا معبئه وجاهزه والكونتينر هذا فقط بعمل له كونكشن لليوتيوب. يعني الكونتينر هذا ايش بسوي فيه؟ فقط انا بربطه او بحطه داخل اللي هو الانبوب بدون ان ما يتعرض للعوامل الخارجي. هذا بنسميه كلوز سيستم. الكلوز سيستم بلاقيه افضل لانه نوعا ما اقل عرضه انه يصير في عندي كونتامينيشن، ما بيحتاج لي اللي هو عمليه تحضير او فتره زمنيه، وايضا ممكن انا اخليه معلق لفتره زمنيه اطول من اللي هو الاوبن سيستم. هان شايفين اللي هو عباره عن الاوبن سيستم، يعني في عندي بري ميكسينج بري بريبريشن بعدين بتحط او بتوضع داخل اللي هو التيوب، وهنا عندي الكلوزد سيستم زي اللي هو العبوه تبعت المحلول الوريدي يكون فيها الفورمولا جاهزه، فقط انا بنتظر انه عمليه هو التعليق او ربطها باليوتيوب وادخالها لجسم الانسان. الان بالنسبه لعمليه اللي هو الادمنستريشن اوف تيوب فيدنج، البدايه باعطاء التغذيه الانبوبيه. طبعا بيكون في عندي عمليه تحضير للمريض قبل هو اعطائه هاي الفورمولا. التحضير بده يكون هو عباره عن مناقشه البروتوكول او البروسيجر بشكل واضح وشكل كامل مع المريض نفسه او حتى هو احد افراد العائله الموجودين. بدنا نعمل عمليه هو تصوير بالاشعه السينيه والاكس رايز عشان نشوف اللي هو التيوب بليسمنت بيفور انستريشن فيدنج، يعني التيوب موجود مظبوط في المنطقه اللي يفترض يكون فيها مش داخل الرئتين او مش في منطقه اخرى عن طريق اللي هو الاكس راي. بدنا نعمل عمليه اللي هو رفع للجزء العلوي من جسم المريض تقريبا من 30 ل 45 درجه قبل اللي هو ادخال الفورمولا، وايضا بعد الانتهاء من الفورمولا بتقريبا 30 ل 60 دقيقه. هذا كله عشان نقلل من امكانيه دخول الفورمولا الى الرئتين. هاي بنسميها احنا الاسبيريشن. اسبيريشن اذا بنعمل عمليه هو الفيشن فور بيشنتس اور بودي بزاويه من 30 ل 45 درجه اثناء التيوب فيدنج وايضا بعد التيوب فيدنج بتقريبا 60 دقيقه عشان نقلل من الاسبيريشن ريسك. بالنسبه للفورمولا دليفري، الان حضرت المريض لاعطائه السبيسيفيك فورمولا اللي انا اخترتها له. الان بدنا نبدا بعمليه ادمنستريشن اوف ذا فورمولا اور دليفري ذا سبيسيفيك فورمولا. في عندي تقريبا 3 انواع من الفورمولا فيدنج، في عندي الانترميتنت فيدنج، في عندي البولس فيدنج اند كونتينوس فيدنج. بمعنى انه النيوترينت نيدز اللي بيحتاجها المريض ممكن انا اقابلها باعطائه كميات معينه من الفورمولا في وقت معين، وهذا اللي هو طريقه الاعطاء ساعتها بتنقسم الى 3 انواع. في الانترميتنت فيدنج، الانترميتنت فيدنج اللي هو الطعام المتقطع، بيكون عليه تقريبا توصيل ما بين 2500 ل 400 مل من الفورمولا على فتره زمنيه من 30 ل 45 دقيقه، وفي الغالب هي بتكون للمعده. تمام، اذا من 250 ل 400 مل is delivered over a period of 30 to 45 minutes. طبعا في الغالب بيكون اللي هو عن طريق اللي هو الجرافيتي، يعني بنعلق الفورمولا وبنخليها تنزل او تنقط في
التيوب عن طريق اللي هو الفعل الجاذبية. في ممكن بعض الأحيان إحنا نحط اللي هو البامب أو مضخة معينة. طبعا الكمية الكلية للفورمولا هذه بنحددها حسب اللي هو احتياج المريض عندي، أو حسب اللي هو الحجم الكلي للفورمولا اللي بتقابل احتياجات المريض اللي هو من النيوترينت نيدز أو حتى الفلويدز أو السوائل. تمام. النوع الثاني عندي من أنواع الفيدينجز بسميها البولس فيدينج. البولس فيدينج، في البولس فيدينج هو عبارة عن رابيد ديليفري اوف لارج اماونت، رابيد ديليفري اوف لارج اماونت اوف فورمولا انتو ذا ستومك. في الغالب بيكون عندي من 250 ل 500 مل، فترة زمنية قصيرة أقل من 20 دقيقة. هذا بنسميه البولس فيدينج. في بعض الأحيان ممكن احنا نعطي اللي هو البولس فيدينج من كل 4 ساعات، وفي بعض الأحيان احنا بنعطيها عن طريق اللي هو لارج سيرنج، يعني سرنجة كبيرة بنحط فيها الكمية هذه وبيتم وضخها نوعا ما بصورة سريعة شوية في التيوب. من عيوب البولس فيدنج انه ممكن تعمل ابدومينال ديسكومفورت، يعني ممكن تعمل اللي هو مشاكل او عدم الارتياح داخل اللي هو المعدة، وتعمل اللي هو غثيان في بعض الأحيان، ممكن تعمل اللي هو مغص في بعض المرضى وخاصة عند بداية اللي هو الإعطاء. ريسك اوف اسبيريشن، احتمال دخول او رجوع السوائل هذه الى الرئتين بيكون برضو اعلى في اللي هو البولس فيدنج. النوع الثالث بنسميه الكونتينوس فيدنج. كونتينوس فيدنج وهو هذا عبارة عن ايش؟ عكس البولس، يعني بنعطي اللي هو سلو كونستنت ديليفري، سلو كونستنت ديليفري اوف ذا فورمولا اوفر ا لونج بيريد اوف تايم تقريبا لحديث 24 ساعة، في الغالب بنعطيها على او بوصلها للانتستين. الكونتينوس فيدنج زي ما حكينا بتنعطى للمرضى في الغالب اللي بيتوصل لهم التيوب للانتستين، بنسميها اللي هو الانتستينال فيدنج والانتستينال تيوب. هاي طبعا ريكومندد فور كريتيكال ايل بيشنت، المرضى اللي بيكون في عندهم اللي هو الحاله الحرجه او في الاي سي يونت العنايه المركزه، بيفضل استخدام الكونتينوس فيدنج لانها بتوصل كميات قليله جدا او حجوم قليله جدا من الفورمولا في وقت اللي هو زمني اطول، وبالتالي بنقلل اللي هو الكومبليكيشن زي النوزيا زي الدايريا، كل هذه بتقل، واحتمال اصابه المريض بالاسبيريشن بنلاقيها بتكون اقل بشكل اساسي. هان احنا بنستخدمش اللي هو الجاذبيه في عمليه اللي هو الفيدنج او دخول الفورم، يعني بنستخدم اللي هو بامب بحيث انه انا اتاكد من معدل الفلو ريت اللي هو معدل دخول الفورمولا الى داخل الانبوب او داخل جسم الانسان. من احد العيوب تبعتها انها بتحد من حركة المريض لأنه طول اليوم بيضل مربوط مع هذا التيوب لفترة زمنية طويلة، وبالتالي بتقلل الفريدم اوف ذا موفمنت تبعت البيشنت، وأيضا بلاقيها مور كوستلي أو أكثر اللي هو تكلفة عن المريض. في عنا مثال بسيط على how to plan a tube feeding schedule، كيف احنا نحدد هو موعد وطريقة هو حساب التيوب فيدنج بشكل أساسي. طبعا بعد احنا ما نختار اللي هو سبيتبل فورمولا بدي احدد اللي هو احتياجات المريض سواء كانت من سعرات الحرارية او حتى من نيوتريشنال نيد. على سبيل المثال لو كان المريض عندي بيحتاج 2000 كيلو كالوري في اليوم وهو بده يستخدم ستاندرد فورمولا، والستاندرد فورمولا عندي بتعطيني 1 كالوري لكل ملي لتر، طبعا التوتال فوليوم بده يكون عندي هو بيحتاج 2000 كالوري والفورمولا بتعطيني 1 كالوري لكل ملي، اذا هو بيحتاج 2000 ملي لتر. تمام. إذا في اليوم المريض هذا بيحتاج 2000 ملي لتر من الفورمولا اللي عندي. تمام. الآن إذا المريض هو بدي أعطي له الفورمولا هذا على شكل intermittent feeding، intermittent feeding 6 times a day، بدي أقسم اللي هو 2000 على 6 feeding، بيطلع عندي كل feeding بدها 333 ملي. لكن إذا أنا بدي أعطيها على 8 مرات من 2000 على 8 بيطلع عندي 250 ملي، بمعنى انه حيكون مرتاح اكثر لما انا اعطيها له على 8 مرات بحيث ان الحجم بيكون عندي هذا نوعا ما اقل، بقدر اتعامل مع المريض بشكل افضل. كمان شغله، ال 250 ملي هذه في الانترميتنت فيدنج بدي اعطيها على فتره زمنيه قديش عشان شو هو الريت او معدل اللي هو التنقيط الفورمولا داخل المعده، حيكون مرتاح اكثر لما اعطي له 250 ملي على فتره من 20 ل 40 دقيقه. يعني كل فيدينج كل 250 ملي بدها تستغرق تقريبا 40 دقيقة. تمام. هذا في الانترميتنت فيدينج. لكن اذا المريض بده ياخذ الفورمولا كونتينيوسلي اوفر 24 اورز،
بدنا نروح نقسم اللي هو ال 2000 ملي على 24 ساعة، بده يطلع عندي اللي هو 83 ملي في الساعة الواحدة، يعني بده ياخد في كل ساعة 83 ملي، وبالتالي احنا بنظبط اللي هو الريت عندي او المعدل على 83 ملي في الساعة الواحدة على شكل اللي هو البامب او على شكل الفيدينج بامب. اذا حددنا احتياجاته من السعرات الحرارية، شفت عندي الفورمولا قديش بتعطي كالوري في كل واحد مل، بيطلع عندي الفوليوم تبع الفورمولا اللي بدي اعطيه اياه يوميا، وحسب اللي هو الفيدنج تبعتي انترميتنت بشوف انا بدي اعطيها 6 مرات 8 مرات او 4 مرات، وساعتها بنضبط الريت تبع اللي هو الفيدنج حسب الاورز اللي عندي، وبنخلي في كل فيدنج من تقريبا 35 ل 40 دقيقة، هيك بيكون اريح في العطاء او وصول النيوترينت الى داخل القناة الهضمية. طيب الان حددنا الكمية، كيف بدنا نبدا في عملية الفيدنج؟ بشكل أساسي الفورمولا بتكون مركزة، الفورمولا في البداية provided full strength بتكون اللي هو بشكل مركز، يعني الفورمولا administration بتختلف اللي هو يعني التكنيكس أو طريقة اللي هو الادمنستريشن تبع الفورمولا بتختلف زي ما قلنا مؤسسة صحية لمؤسسة أخرى، هذا بشكل أساسي. لكن البروتوكولز هذا بدنا نراجعه طبعا قبل هو عملية الادمنستريشن او قبل ما اتعامل مع المريض بشكل مبدئي. طبعا استجابة المريض هاي بدي اخذها بعين الاعتبار في توجيهي في اعطاء او اختيار الفورمولا المناسبة. الفورمولا زي ما حكينا بتكون بشكلها المركز، ممكن انا اعملها عملية هو تخفيف اذا كانت احتياجات المريض من السوائل عالية، يعني إذا هو الفلويد ريكويرمنت نلاقيها عالية والووتر ريكويرمنت تبعت المريض هذه ممكن أنا أأمنها عن طريق استخدام طرق أخرى، ساعتها ممكن عملية اللي هو التخفيف. التخفيف برضه يعتبر ضروري للفورمولا إذا كانت الفيسكوزيتي أو اللزوجة تبعتها عالية ما بتنزلش بالأنبوب، أنا لازم أضطر إنه أنا أعمل لها عملية التخفيف بشكل أساسي. تمام؟ الآن في الانترميتنت فيدينج، الانترميتنت فيدينج بنبدأ اللي هو الإعطاء بمعدل من 60 ل 120 ملي لتر في الانيشال فيدينج، وبنزيد تقريبا اللي هو من 30 ل 60 ملي each feeding until the goal volume is reached. تمام؟ إذا من 60 ل 120 ملي في الانيشال فيدنج، ممكن نزيد من 30 ل 60 أو حتى 60 ل 120 ملي at each feeding until the goal volume is reached. يعني بنبدأ من 60 ل 120 وبنزيد في كل فيدنج شوية شوية عدد الملي لتر لحد ما أوصل للحجم اللي أنا بدي إياه in each feeding. إيش هو الحجم اللي بدي إياه؟ اللي إحنا حددناه قبل شوية في عملية اللي هو الحساب. حددنا اللي هو الجول فوليوم تبع الفيدنج. هيو نفترض انها طلع عندي 250 ملي، ساعتها ما بعطيهوش مره واحده، لا بنبدا ب 60 ل 120 ملي في الانيشال فيدنج، و ايتش فيدنج بنزيد 60 ل 120 ملي لحديت ما اوصل للفوليوم النهائي اللي انا حددته في الكالكوليشن اللي موجوده عندي. طيب بالنسبه للكونتينوس فيدنج، بنبدا بمعدل من 40 ل 60 ملي بالساعه، وبنزيد كل ساعه 20 ملي لحديت اللي هو من 18 ل 12 ساعة، يعني بتزيد 20 ملي في الساعة كل 18 ل 12 ساعة لحد ما اوصل اللي هو الجول ريت اللي موجود عندي. إذا ما ببدأ بإعطاء الفوليوم كله مرة واحدة بالفيدنج، لا بنبدأ في الانترميتنت من 60 ل 120 ملي، وبنزيدها اللي هو ضعفها في الوجبة اللي بعديها، ضعف كمان في الوجبة اللي بعديها لحد ما اوصل للحجم اللي عندي. في الكونتينوس فيدنج اللي هو بنبدأ معدل 40 ل 60 ملي على الساعة، و كل 8 ساعات على سبيل المثال بنزيد اللي هو 20 ملي في الساعة لحديت ما اوصل للحجم المطلوب او الحجم اللي انا حددته. طيب اذا المريض مش قادر يتحمل اللي هو الزيادات في معدل الاعطاء اللي احنا حكينا عنها قبل شوية، لابد انه انا اتوقف عن الزيادة بهذا المعدل او ابطئ معدل الزيادة في الفيدنج لحديت ما المريض يتأقلم مع الموضوع او الوضع اللي عندي. طبعا بعين الاعتبار اخذ انه slower delivery rate بنلاقيها is better tolerated. slower delivery rates are better tolerated، يعني معدل الاعطاء الابطأ بنلاقي المريض بيتحمله بشكل اساسي، وهذا بنلاقيه عند مين؟ عند اللي هو critical inpatient
عندي concentrated formula كل ما كانت اللي هو التحضير عندي أكثر تركيزا كل ما كان أفضل إعطائها ب اللي هو معدل أبطأ. المرضى برضو اللي صار في عندهم يعني مرتبطين بالتيوب فيدينج فترة زمنية طويلة، بنلاحظ برضو انه في عندهم اللي هو السلور ديليفري ريت بنلاقيه افضل عندهم او بيستجيبوا بشكل اساسي. اذا اللي بيحدد هل عندي كمية الزيادة او معدل الزيادة هو استجابة المريض. اذا المريض بيتحمل مش ممكن، ممكن انا ازوده بشكل عادي او بشكل سريع، لكن اذا المريض ما بيتحملش او الفورم اللي عندي كونسنتريتد او كان في عنده داخل عملية جراحية للقولون او كان في عنده كرونس توي او اي شغله لها بالقولون، فبالتالي لابد انه انا اقلل معدل الاعطاء بصوره ملحوظه لحديت ما يستجيب المريض بشكل طبيعي. الان في عندنا نقطه مهمه ناخذها بعين الاعتبار اللي هو عباره عن الجاستريك ريزيديوال فوليوم. جاستريك ريزيديوال فوليوم اللي هو عباره عن الحجم من الفورمولا المتبقي في المعده من الوجبة السابقة، حجم الفورمولا المتبقي في المعدة من الوجبة السابقة. هذا يفترض أنه يتأخذ بعين الاعتبار قبل إعطاء اللي هو الوجبة اللاحقة والوجبة الثانية، بحيث أنه أنا أتأكد أن المعدة فرغت كل محتوياتها. تمام. طب كيف بتتم عملية الفحص؟ كيف بتتم عملية الفحص؟ عملية الفحص بتتم عن طريق اللي هو سحب كل محتويات المعدة عن طريق سرنجة، نعمل اللي هو التيوب اللي احنا وصلناه للمعدة بدل ما نضخ فيه نسحب كل المحتويات اللي موجودة في المعدة قبل كل وجبة من الانترميتنت فيدينج. اذا المريض بياخد انترميتنت فيدينج قبل ما يؤدي الوجبة الثانية بدي اروح اسحب محتويات المعدة. طب اذا المريض بياخد كونتينيوس فيدينج ايش بدنا نسوي؟ نعمل عملية اللي هو تشيكينج ذا جاستريك ريزيديوال فوليوم، بسحب اللي هو من 4 إلى 6 ساعات. تمام. طب هذا في ايش بده يفيدني؟ الآن نعمل عملية اللي هو evaluation، عملية اللي هو تقييم لوضع المعدة ووضع اللي هو الانترال تيوب فيدينج إذا كان عندي الحجم المتبقي 200 ملي أو أكثر. نعمل عملية اللي هو تقييم للحجم اللي أنا بعطيه وتقييم اللي هو للتيوب فيدينج بشكل عام. بدي أتوقف عن الفيدينج أو عملية اللي هو التيوب فيدينج إذا كان الحجم اللي عندي متبقي في المعدة أكثر من 500 ملي. أكثر من 500 ملي خلاص ببطل أعطيه، وساعتها إحنا إيش بنقول إنه في عندي تراكم للسوائل داخل المعدة، تراكم للفيدينج داخل المعدة، معناته المعدة مش شغالة بشكل طبيعي، ما بتفرغ محتوياتها إلى داخل الأمعاء. في بعض الأحيان لما يكون عندي هذه المشكلة موجودة الطبيب ممكن يوصي باستخدام الانتستينال فيدينج، يعني اللي هو نيزو ديودينال او نيزو ديوجينال مباشرة الى داخل الديودينال، او نبدأ له اللي هو استخدام ادوية ممكن يتحسن من الجاستريك امتينج او معدل تفريغ المعدة للامعاء. الان كيف نحدد احتياجات او نقابل احتياجات المريض من الماء بشكل عام؟ طبعا الووتر نيدز او احتياجات المريض من الماء واحتياجات الانسان من الماء بتختلف، لكن معظم الادلتس بيحتاجوا تقريبا اللي هو 2 لترز 2 لتر من الماء يوميا، يعني 2 ملليتر. تمام. الان طبعا احتياجات الماء، احتياجات المريض من الماء بتختلف حسب اللي هو الحاله المرضيه اللي عند المريض، بمعنى انه ممكن يكون في عندي فلويد ريستريكشن عند المرضى زي اللي بيعانوا من امراض في الكبد، الكلى، او حتى في عندهم امراض في القلب، هذه بدهم فلويد ريستريكشن. في بعض الاحيان المرضى بيحتاجوا اديشنال ووتر، ميه زياده، زي المريض اللي بيعاني من فيفر على سبيل المثال، حمى، او في عنده هاي يورين اوتبوت اللي هو اليورينيشن اللي عنده عالي، او حتى في عنده الدياريه، اسهال، اكسسيف سويتنج، فوميتنج. هذه كلها بنسميها ايش؟ بنسميها اللي هو احتياجات عاليه من الماء او عاليه من السوائل. الان لما يكون عندي المريض واعي ادلت، شعوره بالعطش هو مؤشر جيد على احتياجاته من الماء. تمام. معناته انه في عنده نقص في الماء بيشعر بالعطش او بالثيرست، وبالتالي هذا يعتبر انه مؤشر انه بيحتاج مزيد من السوائل، بنعطي له شوية مية زيادة إلا إذا كان في عنده water restriction أو fluid restriction. المشكلة الآن في كبار السن اللي بيكون في عندهم
نوعا ما بطء في استجابة مركز العطش للديهايدريشن أو الجفاف. كيف بدنا نحدد احتياجاته من السوائل؟ هل يفترض أنه الهيلث بروفيشنال يراقب تغيراته في الوزن، تمام، يسجل اللي هو فلويد انتيك اند اوت بوت، يلاحظ اللي هو الفرق ما بيناتهم، يقيس اللي هو اليورين سبيسيفيك جرافيتي عشان يشوف اللي هو الهايدريشن ستيتس او الحاله من الفلويد عند البيشنت. هذه كلها بناخذها كمؤشرات عشان نشوف ان المريض عنده دي هايدريشن او هايدريشن. في الفورمولا ووتر كونتنت، فورمولا ووتر كونتنت، يفترض انه الووتر ان ذا فورمولا يقابل هو نوعا ما جزء من احتياجات المريض من الماء. الستاندرد فورمولا عندي تقريبا من 70 ل 85 في المية من الستاندرد فورمولا از ووتر، يعني كل لتر من الستاندرد فورمولا او في الانترال فورمولا تحتوي من 700 ل 850 ملي من الماء، تمام. في النيوترينت دنس فورمولا، النيوترينت دنس اللي احنا قلنا ايش، اعلى كثافة، فبالتالي بنلاقيها اقل شوية مية، يعني ممكن تحتوي على 70 72% منها فقط تحتوي على الماء. طيب هيك احنا المريض اخذ شوية من احتياجاته المائية عن طريق الفورمولا، كيف ممكن نعوض الباقي؟ ممكن يتم تعويض الباقي بشكل بسيط جدا، ونعمل عملية اللي هو ادخال للماء عن طريق اللي هو التيوب، يعني نحط له بسرنجة شوية مية ونحطها عن طريق التيوب، بالتالي نكون زودنا المريض بالماء. برضو كمان شغلة في عندي اللي هو ووتر فلاشينج، ووتر فلاشينج اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عشان امنع انسدادات الانابيب، يفضل انه احنا نعمل عملية اللي هو غسل او شطف لا الانابيب بحجم بسيط جدا من 20 ل 30 ملي من الماء الدافئ قبل وبعد كل فيدنج او كل وجبة، تمام. هذا اللي هو في الانترميتنت فيدنج، في الكونتينوس فيدنج تقريبا كل 4 ساعات عشان نمنع الانسدادات. طبعا كمية المية هاي بشكل متكرر برضه بنلاقيها بتساهم في اعطاء المريض اللي هو كفايته من الووتر نيدز او من الفلويد نيدز. زي ما حكينا انه المرضى اللي بيحتاجوا لتيوب فيدنج في بعض الاحيان ممكن يتطلب انه ياخذ بعض انواع من الادوية سواء one or more drugs or medication اللي افترض انه نعطيها through the tube عن طريق الانبوب. نفس الفكرة هان عندي، الادوية ممكن تتداخل او تتفاعل مع مكونات الانترال فورمولا بنفس الطريقة اللي ممكن تتداخل فيها مع النيوترينتس او السبستانس الموجودة بالطعام. نفس الفكرة هان عندي بنسميها نيوترينت دراج، نيوترينت دراج انتراكشنز. الان بالنسبة للكونتينيوس فيدينج، الكونتينيوس فيدينج في بعض الأحيان يفترض إنه أنا أعطي المريض اللي بياخذ الكونتينيوس فيدينج أو الكونتينيوس تيوب فيدينج دواء. طب كيف بدي أعطيه إياه؟ بيتطلب إنه أنا أوقف اللي هو التيوب فيدينج فور 15 مينتس بيفور أند أفتر أدمنستريشن أوف ميديكيشن، يعني قبل ما أعطي اللي هو الدواء 15 دقيقة، وبعد ب 15 دقيقة بفضل إنه أنا أتوقف عن التيوب فيدينج عشان أتمكن من إعطاء المادة الدوائية بدون ما يصير فيها بينها وبين مكونات الفورمولا أي تداخل. في بعض الأحيان الأدوية ممكن تتطلب إنه فترة زمنية أطول، يعني ممكن نقول هو 1 to 2 hours، يعني ممكن أنا أوقف الدواء من ساعة إلى ساعتين عشان ما يصيرش في عندي تداخل ما بين اللي هو الفورمولا وما بين هاي المادة الدوائية. طيب في الـ continuous feeding إحنا عاملين حساباتنا إنه الـ rate ينعمل على 24 ساعة. طيب لو بدي اعطي المريض هذا الدواء اللي بيتداخل مع مكونات الفورمولا بدي اتوقف من ساعه لساعتين، اذا اصبح عندي فقط متاح 22 ساعه، فبالتالي بدي اعمل حسابات انه انا ازود معدل دخول الفورمولا القناه الهضميه. اذا in such cases the medication requires a prolonged formula free interval. in such cases افترض انه انا اعمل ايش، increase the rate of delivery، ازود معدل اعطاء الفورمولا عشان اعوض اللي هو الفترة الزمنية اللي ضيعتها في التوقف لاعطاء هاي المادة الدوائية. طيب الان في عندي مشكلة كمان اللي هي بنسميها الدايرية او الاسهال. معظم اسباب اللي هو الدايرية في الناس اللي بياخذوا تيوب فيدينج هي عبارة عن medications،
الأدوية تعتبر major cause of الدياريا اللي هي بيعاني منها التيوب فيدرز. على سبيل المثال بعض الأنواع من الأدوية ممكن تسبب دياريا هي عبارة عن اللاكزيتيفز مدرات البول، عفوا المسهلات، بعض أنواع من الأنتي بيوتكس، أو الأدوية اللي بتحتوي على سوربيتول. سوربيتول هاي ممكن برضو تعمل عند بيشنت دياريا. نفس الفكرة كمان في المحاليل المركزة اللي هي بسميها هاي اوزمولاليتي، هاي اوزمولاليتي ليكويد ميديكيشنز، هاي برضه ممكن تعمل دايريا، هي عباره عن هايبرتونيك. فبالتالي يفترض انه انا اعمل عمليه اللي هو دوليوشن او تخفيف، سواء كان بالفوليو او حتى عمليه تخفيف بالماء، بحيث انه نخفف التركيز تبعها لما تدخل القناه الهضميه، وبالتالي تقلل من احتمال اصابه المريض بالاسهال. بالنسبه للكومبليكيشنز اوف تيوب فيدينجز، طبعا الكومبليكيشن هي تعتبر فريكوينت عديده جدا خلال اللي هو التيوب فيدنجز. الكومون كومبليكيشنز ممكن تكون عندي جاسترو انتستينال كومبليكيشنز بشكل في او مضاعفات القناه الهضميه زي الاسبيريشن او الدايريا. ممكن تكون ميكانيكال كومبليكيشنز اللي هي بتكون مباشره بسبب التيوب بروسيس او التيوب فيدنج بروسيس. ممكن تكون ميتابوليك بروبلمز على سبيل المثال اللي هو biochemical alteration او تغير في اللي هو biochemical indicators، او ممكن يصير في عندي nutrient deficiencies على سبيل المثال. الكومبليكيشنز هذه امثل عليها وطرق اللي هو الوقايه منها هنشوفها بجدول التالي ان شاء الله. لكن المهم اللي ناخده بعين الاعتبار انه كثير جدا من الكومبليكيشن تبعت التيوب فيدنج ممكن انا يعني امنعها من الاساس عن طريق اللي هو الاختيار الابروبريت فيدنج راوت، طريق اللي هو الفيدنج المناسب، ابروبريت فورمولا، ابروبريت دليفري ميثود. هذه باخذها بعين الاعتبار، والاختيار الدقيق لها ممكن اتفادى كثير جدا من المضاعفات اللي ممكن تصير عند المريض اللي بياخذ التيوب فيدنج. طبعا بدي اخذ بعين الاعتبار واخلي انتباهي كامل جدا ل الحاله الصحيه للمريض من الاساس والأدوية اللي بياخدها. طبعا الأخصائيين الصحيين والهيلث بروفيشنال والهيلث براكتيشنرز مسؤولين عن العناية اليومية أو التقييم اليومي للحالة المرضية عن طريق اللي هو مثلا مراقبة وزن الجسم، مراقبة اللي هو السوائل في الجسم، اللابوراتوري تيست اللي هو الفحوصات المخبرية، عشان نعمل عملية اللي هو تقييم، أو خلينا نقول نعمل عملية اللي هو تحديد مبكر للمضاعفات اللي ممكن تصيب المريض قبل هو حدوثها أو ظهورها بشكل واضح أو بشكل منتشر. الآن نمر مرة سريعة هيك على الكومبليكيشنز اللي ممكن تصيب المرضى اللي بياخذوا التيوب فيدنج. على سبيل المثال في عندنا من ضمن الكومبليكيشن هو الاسبيريشن، اسبيريشن اوف فورمولا. ايش يعني الاسبيريشن اوف فورمولا؟ يعني زي ما حكينا دخول الفورمولا داخل الرئتين. طيب ليش الاسبيريشن السبب تبعها ممكن يكون هو عباره عن inappropriate tube placement، يعني التيوب مش داخل بالمعده بشكل يعني مناسب، او delayed gastric emptying تراكم اللي هو الفورمولا داخل المعده وتعطل او تاخر دخولها الى داخل الامعاء. طيب كيف نعمل عملية هو prevention or correction؟ بدنا نتأكد من دخول التيوب إلى المعدة بشكل اللي هو correct أو صحيح. بدنا على سبيل المثال نرفع الـ upper body أو الجزء العلوي من الجسم زي ما حكينا من 30 إلى 45 درجة خلال مرحلة هو الفيدنج وأيضا بعدها بساعة. بدنا نتأكد من الـ gastric residual volume إن هو انتهى قبل إعطاء second feeding. اذا ضايل في عندي جاستو ريجيدال فوليوم عالي بدي اقلل اللي هو السكند فيدنج. في بعض الاحيان ممكن احنا نستخدم اللي هو الانتستينال فيدنج او حتى نستخدم بعض الادويه. تمام. على سبيل المثال الكونستيبيشن من ضمن الكومبليكيشن تبعت التيوب فيدنج بيكون سببها مثلا ان ادكويت فايبر، ديهايدريشن، لاك اوف اكسرسايز، اور ميديكيشن سايد ايفكت. هذه ممكن تكون سبب على سبيل المثال. طيب كيف نحلها او نمنعها؟ بدنا نستخدم اللي هو فورمولا بده يكون فيها الفايبر كونتنت المناسب. بدنا نعطي المريض لما يكون عنده هيدريشن زياده في السوائل، اذا ما في عنده لاك اوف اكسرسايز هذا السبب، بدنا نزيد او نشجعه انه يمشي او يمارس بعض الانواع من الرياضه اذا بتناسب حالته الصحيه. اذا كان اثر جانبي للدواء بدنا نعمل عمليه كونسلتيشن للفيزيشن
نقلل من الأثر الجانبي أو نقلل من الدواء حتى نغير المادة الدوائية اللي بتسبب الإمساك. كيف ممكن المريض ياخذ الانترال فيدينج او التيوب فيدينج انه ينتقل الى التيبل فود؟ التيبل فود اللي هو الطعام او تناول الطعام بشكل طبيعي. الان بمجرد الحاله المرضيه اللي تتطلب التيوب فيدينج انها اختفت او خفت او شوف المريض منها، بنلاحظ انه ذا فوليوم وذا فورمولا حجم الفورمولا اللي بياخذها بشكل تدريجي بدنا نقلله مع الانتقال للأورال دايت، يعني مش بشكل مفاجئ انقطاع مباشر مفاجئ، لا بيكون في عندي gradual tapering off بشكل تدريجي نقلل التيوب فيدينج بالمقابل نعمل شيفتنج للأورال دايت. طبعا الخطوات عملية الترانزيشن بتعتمد على الميديكال كونديشن تبعت البيشنت، تعتمد على التايب اوف فيدينج تمام اللي هو بياخدها المريض بشكل اساسي. اذا الترانزيشن ستيبس بتعتمد على الميديكال كونديشن، بتعتمد على التايب فيدينج اللي هو بياخدها المريض. التيوب فيدينج discontinued when an oral intake supplies تقريبا 2/3 of estimated nutrient needs، يعني لما الاورال فيدينج تناول الطعام عن طريق الفم بيكفي احتياج ثلثين احتياج المريض من السعرات الحرارية او النيوتريانت، ساعتها بتوقف عن التيوب فيدنج، لان نوعا ما هيك المريض بيكون عنده تقريبا احتياجات وتم مقابلتها عن طريق الاورال فيدنج. اذا الاورال انتيك يفترض انه يقابل 2/3 of estimated nutrient need before the tube feeding is discontinued completely، يعني بتوقف عن اللي هو التيوب فيدنج بشكل كامل بعد هو مقابلة احتياجات المريض من النيوتريانت، باللي هو تلتين الاحتياجات الرئيسية.